تدشين مجموعة مطوري جوجل في صحار. في البداية مساء الخير أستاذة مريم ومنورتنا في الاستوديو. مساء النور أستاذة جمانة. أول شيء حابة أشكركم على استضافتنا اليوم للتحدث عن مجموعة مطوري جوجل في صحار. حياك الله أستاذة مريم. نروح كذا مباشرة نتكلم، يعني عطينا فكرة، عطي المستمعين نبذة. اليوم الواحد لما يسمع مجموعة مطوري جوجل، إيش الأشياء اللي ممكن كذا يعني يشملها هذا العنوان؟ أول شيء نبدأ بنبذة بسيطة عن تعريف عن إيش هي بالضبط مجموعة مطوري جوجل. مجموعة مطوري جوجل هي مجموعات تطوعية تهدف لدعم المجتمعات المحلية وخلق مجتمع تكنولوجي من خلال الفرص والموارد بدعم من شركة جوجل العالمية. يعني ما المتوقع أن تقدم هذه المجموعات؟ إيش الشيء اللي راح تقدمه للمجتمع للناس؟ هي مجموعات مطوري جوجل تستهدف بالذات الناس المهتمة بالجانب التقني. إيه؟ فإحنا الهدف الرئيسي لإنشائنا هذه المجموعة لخلق فرص وجعل شبابنا في شمال الباطنة بالتحديد بأن يصبحوا خبراء ويتناقشوا مع الخبراء المحليين والعالميين من خلال حضور المؤتمرات ومن خلال عمل الورش في شمال باطنة. ممتاز جدا. طبعا هو كان تدشين وأيضا كان هناك حفل، بس نذكر كذا على السريع أين أقيم الحفل بالتحديد؟ هل في صحار بالنفس؟ حفل التدشين كان في الكلية التقنية في شناص بتاريخ 15 أكتوبر. ممتاز جدا. طيب ماذا شمل يعني هذا الحفل؟ هل كان في فعاليات معينة رافقت التدشين؟ حفل التدشين أول شيء كان في مشاركة واسعة جدا من طلاب الكليات والجامعات، كان في حضور من الكلية التقنية بالنفس، كان في حضور من جامعة صحار، كان في حضور من كلية البريمي، وصل عدد الحضور ما شاء الله إلى أكثر عن 100 طالب وطالبة، بالإضافة إلى الدكاترة والموظفين أيضا. أيوة. شاركونا حفل التدشين. حفل التدشين كان في عرض مرئي للتعريف عن ما هي مجموعة مطوري جوجل، ما هي أهداف المجموعة، ما هي الفئة التي تستهدفها مجموعة مطوري جوجل. أيضا شملت الفعالية على تدشين رسمي أيضا لمجموعة نساء صانعات التكنولوجيا، بما أنه اليوم يوم المرأة العماني، فأيضا كان في تدشين لمجموعة مطوري جوجل للنساء اللي هي Women Tech Maker، تستهدف أيضا هذه المجموعة إلى تسليط الضوء على النساء فقط المهتمات بالجانب التقني ومنحهم الفرص للمشاركة أيضا بدعم من شركة جوجل. ممتاز. طبعا هذه ثالث مجموعة في السلطنة، يعني في مجموعة مطوري جوجل في مسقط وأيضا في ظفار، واليوم أتى تدشينها في ولاية صحار. خبرينا لماذا بالتحديد صحار؟ أول شيء السبب الرئيسي اللي خلانا نفكر أن نفتح مجموعة مطوري جوجل في صحار أو شمال الباطنة والبريمي، أولا بحكم الموقع الجغرافي لصحار، بحكم أنها في الوسط بتقدر تغطي جميع شمال الباطنة والبريمي. أيضا مثل ما قلت الحفل التدشين شمل على حضور جميع الطلاب من شمال الباطنة بالتحديد. أيضا ركزنا على أن نسلط الضوء على الشباب بحيث أن ندعم أكبر عدد من الشباب والمهتمين في الجانب التقني لحضور أولا المؤتمرات والأحداث الدولية وتحويل الشباب إلى متحدثين وخبراء في الجانب التقني. أيضا جلب مختلف الخبراء المحليين والدوليين لصحار. أيوة. لمشاركة المعرفة مع شبابنا في شمال الباطنة. ممتاز جدا. إذن أنت طبعا كان في أول شيء، خليني قبل ما أسألش هذا السؤال، يعني كيف جتش الفكرة أنش أنت تدشني هذه المجموعة؟ ومن الأشخاص اللي وقفوا بجانبك وساعدوش؟ أولا أنا كنت من المنظمين في مجموعة مطوري جوجل في مسقط. هي كانت أول مجموعة تم تدشينها في السلطنة. وبعدها كنت من الناس اللي تشارك ونشيطة في المجموعة. وأيضا ما ننسى نشكر المؤسسة مجموعة مطوري جوجل بمسقط عليا الشنفري. كانت داعم جدا كبير لنا. فبعد
بعد ما تم اختياري من الطلاب اللي يحضروا بدعوة رسمية من جوجل لحضور المؤتمر العالمي اللي يقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. بعدها شفت أنه ليش ما احنا يكون عندنا مجموعة مطوري جوجل في شمال الباطنة, بحيث انه الفرص تشمل جميع الشباب اللي في السلطنة, مسقط, شمال باطنة, ظفار والى اخره. فمن هذيك النقطة ومن هذيك المشاركة حطيت في بالي انه انا لازم اكون نقطة تحول او فرصة لهذيل الشباب, بحيث انه ما تروح عليهم الفرص ويطوروا من مهاراتهم ويحضروا مختلف الفعاليات. ممتاز. كم خذ منش وقت عشان يعني توصلي لهذه النقطة, نقطة تدشين الفكرة هذه في صحار؟ كم اشتغلتي عليها؟ هل خذ منش وقت وجهد كبير؟ هو الفكرة كانت تقريبا من أكثر عن 6 شهور, وخذ منا تقريبا 4 شهور لحد ما نحصل على الموافقة ونبحث عن فريق تنظيم. وحابة أوجه كلمة شكر جدا كبيرة لفريق التنظيم اللي كانوا موجودين معاي في حفل التدشين, وهم منظمين أيضا في فعال في مجموعة مطوري جوجل في صحار. فتقريبا لحد الحصول على الموافقة خذ منا من 4 إلى 3 شهور. ممتاز جدا. طبعا كان في مشاركين كثيرين, الأشخاص اللي حضروا فعالية التدشين أيضا كان عددهم يعني أكثر من 100 شخص تقريبا. فكيف شفتي ردود الفعل؟ كيف شفتي أصداء وردة فعل الناس على هذا الموضوع؟ هل لقيتي فيه اهتمام من الشباب, في مشاركة, في حب لأنهم يتعرفوا أكثر على هذا الجانب؟ اولا انا عشان اكون صريحه معاش, صدمني عدد الحضور والاهتمام الكبير من الطلبه في خاصه في هذه الاشياء. يعني الطلبه كان عندهم اختبارات, لكن لانهم مهتمين حضروا الفعاليه وكانوا مهتمين جدا, وتكلمنا ايضا وياهم عن موضوع التعليم والى اخر التعليم اونلاين. وفي منهم تواصلوا معي شخصيا يقولون نحن خلاص حابين ان نبدا ونغير. فمثل هذه المجموعات تسلط الضوء على هذيل الناس المهتمين, وهذا هو الهدف الرئيسي, ان احنا نسلط الضوء وننمي فيهم ويكونوا ان شاء الله في يوم من الايام من الخبراء والمتمكنين في المجال التقني ايضا. ممتاز جدا. هل عندك فكرة معينة, رؤية في المستقبل حابة تطبقيها في مطوري جوجل, شيء حابة تضيفيه؟ أول شيء أنا حابة, أهم شيء أني أسلط الضوء على هذيل الشباب وأشوفهم في يوم من الأيام متحدثين عالميين في المؤتمرات العالمية. فإن شاء الله بقدر ما, وأيضا النساء بالذات, لهذا السبب أنشأنا مجموعة نساء صانعات التكنولوجيا ومن تيك ميكر. فإن شاء الله يكون لنا دور بأنهم يصبحوا متحدثين متمكنين عالميا وليس محليا فقط. بما أنك سيرة اللي هو أنكم صممتوا مجموعة خاصة للنساء, كلمينا شوية يعني عن هذه المجموعة, هل هي يعني تعتبر فرع من ضمن مطوري جوجل أو هي منفصلة؟ هي مجموعة نساء صانعات التكنولوجيا ومن تيك ميكر, تعتبر شريك مع جوجل وتدعم أيضا من قبل شركة جوجل العالمية, ولكن هذه المجموعة فقط مختصة بالنساء المهتمات وتشجيعهم بالجانب التقني. لذلك تم التسليط على هذه المجموعة. ممتاز جدا. أستاذة مريم, تعتقدي مهم جدا اليوم أن احنا نعزز الوعي في القطاع التقني والتكنولوجي في السلطنة وأن نعطي أهمية أكبر؟ مهم جدا أنه يكونوا طلابنا على اطلاع. مثل ما تعرفي أنتي الجانب التقني والتكنولوجيا كل سنة يصير فيها تغيير, فمهم جدا أنه يكون في اطلاع ومعرفة خاصة لطلاب الجامعات. ففي منهم تحسي أنه مثلا هم بس معتمدين على مناهج الجامعة, لكن هو المهم جدا أنهم يكونوا مطلعين وعلى معرفة بأحدث التقنيات, خاصة أنه في مجموعة مطورين جوجل يتم تعليمهم أولا ومعرفتهم بأحدث تقنيات جوجل قبل الإعلان عنها رسميا في الولايات المتحدة. ممتاز جدا. أستاذة مريم, تعرفنا معاش على تفاصيل تدشين مجموعة مطوري جوجل صحار, وأنا من كل قلبي أتمنى لكم كل التوفيق. إذا كان ثمة كلمة أخيرة تحبي توجهيها عبر منبر الشبيبة تفضلي.
الكلمة الأخيرة، أول شيء إحنا دائما نطمح بالنهوض بالشباب في الجانب التقني ومنحهم الفرص للتعلم أحدث التقنيات من خلال المشاركة مثل ما قلت في المؤتمرات وغيره، وإن شاء الله تكون هذه المجموعة فرصة جميلة ونقطة تحول لها أولئك الشباب لصقل اهتماماتهم ومهاراتهم. ممتاز جدا أستاذة مريم الكعبي، مؤسسة مجموعة مطوري جوجل صحار، شكرا جزيلا وأنا سعدت بهذا الحوار. عفوا.